الزول في الاول. السلام عليكم، الحمد لله ربي كاع بخير. اليوم الجمعه شوفوا راهي بدو تاع سيدي ربي اليوم، ورانا في باريس. دونك شفتو كنا في بروكسل من بعد في هولندا، ودوكا في باريس على جال قضيه تاع الشركه توتال. قلت لكم البارح في لابليكاسيون باللي اليوم بطريقه رسميه الشركه الفرنسيه توتال راهي تكسب 50% من البترول كامل تاع بلادنا. دونك دوبوي ايير سي اوفيسيال، لونتربريز فرونسيز توتال بوسيد 50% دو لونسومبل دو لا برودكسيون انوال دو بترول دو لالجيري، سيتادير 500 000 باريل jour, alors que la production nationale algérienne est de 1 million de barils jour. Alors là, nous sommes devant la porte de la Chorta, à la balcon, les Chorta à Firenze, d'affaires, à la Massarek, à Chérica, Firenze, à Néan, qui la défense. Alors nous voulons comme Néan, le Macarta EDF, a dit Chérica EDF, un des Chérica talienais, c'est bon Edison. Ou a dit Edison, a été accepté d'HBLBIAN. من البترول في رجال، يعني هنا تشوفوا بعينكم باللي فرنسا ولات كما بدات كما في 56. على بالكم باللي في 56 شركة فرنسية توتال كانت تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. كنا في الوقت استعمار، في الوقت الثورة، لكن سمعوا مليح، توتال كانت تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. اليوم رانا في 2019 والبلاد عندها العلم تاعها، عندها ولادها، عندها الشهداء تاعها ربي يرحمهم، عندها الشعب تاعها. اليوم رجعنا الوقت تاع استعمار، الوقت تاع استعمار، يعني باللي فرنسا راهي تكسب 50% من البترول تاع البلاد كيما في 56. دوك تشوفوا المقار تاع توتال، بسم الله. هذا هو المقر تاع توتال، راكم تشوفوا الله يبارك. هذا كاع بناوه بالدرهم تاع البلاد، كاع الدرهم تاع البلاد. دوكا نحكي لكم القضية تاع توتال، كيف وصلنا هذه الدرجة. باه، النظام الجزائري، الحكومة الجزائرية، الحكام الجزائري يبد 50% من البترول تاع الجزائر. كل شيء بدا في جويليه 2016. Tout a commencé en juillet 2016 lorsque Total a poursuivi en justice l'Algérie. Lorsque Total a attaqué en justice l'entreprise Sonatrach. 2 juillet 2016, le groupe Total poursuit l'Algérie en justice. يعني هذه الشركة الفرنسية شكات بالجزائر في جنيف. في سويسرا قالت لها لو كان ما تعطينيش مليار دولار اتاكي في العداله الدوليه. في هذاك الوقت كانوا لي زوم، كان شويه الناس عندهم الروح الوطنيه في الجزائر، قالوا توتال حنايا ما نعطولك والو. ومشي توتال برك اللي شكات بالجزائر، شركه اسبانيوله ريبسول اللي عندها 80% من غاسيتويل حد حاسي مسعود. يعني شوفوا بعينيكم، فوالا لو جروب توتال بورسوي الجزائر ان جوستيس. هذا في نزيد لكم، توتال بورسوي الجزائر ان جوستيس. لو جروب كونتيست لا فاسون دون لو بارتاج دو لا رونت بيتروليير ا ايتي موديفيي دو فاسون ريتروكتيف ان 2006. دونك دوني كوليار، نزيد لكم فوالا. وفي هذاك الوقت بونجور، كما تالي فو تري بيان، بخير لاباس. واش راك هيا 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 Total engage un bras de fer juridique contre l'Algérie. يعني Total كانت معولة باه تفسد باه تكسر الجزائر. نزيد. Guerre du pétrole. Total traîne l'Algérie devant la justice. يعني Total كانت معولة تبهدل تكسر الجزائر في العالم.
نزيد فوالا في هذاك الوقت كنت نقول لكم بلي الجزائر اي توجور كولونيزي سور لو بلان ايكونوميك هذه في الجريده تاع الروس اخ تي روسيا توداي صافي هذاك الوقت ما كنتوش قاعد تسمعوا لي نزيد لكم هذه النقطه الاولى وي معليش اون بو ناتون تو سافي تو رابيد غوتي مع تو غوتي مع الو ديري دونك هذه النقطه الاولى باللي ب 2016 توتال مع الحكومه الفرنسيه تعولت على الجزائر باه تكسر البلاد وباه تكسب 50% من البترول تاع الجزائر كما في الوقت الاستعمار في 56 هذه النقطه الاولى بس قبلها واش صرا شوفوا واش صرا الجزائر relance le gaz de schiste avec Total. 2017, comme tu me mets, observatoire des multinationales. يعني شوفوا واش صرا في عين صالح باللي الشعب الجزائري الشعب الجنوب قال الجزائر وقال العالم باللي ما يبغوش ما يقبلوش الغاز الصخري في الجزائر بس على بالكم باللي فرنسا يعني الميزانية تاع الشركة فرنسا توتال أكثر بالميزانية تاع الجزائر على بالكم بها 108 مليار كانت دولار في 2014 واليوم راهي 180 مليار دولار أكثر بالبي ان بي تاع الجزائر اللي راه 170 مليار دولار يعني الشركة هذه توتال عندها الميزانية أكثر بالميزانية تاع بلادها دونك توتال راه يدير استخراج الغاز الصخري بصح هذا الغاز الصخري باه يخدموا واحد التكنيكيه يسموها لا فراكتوراسيون هيدروليك بالانجليزيه يسموها فراكين وفي يديروه في التيميبون وفي التيميبون يسموه لو تايت غاز الوغ شفتوا انتم فادي في قناه شروق كان شي ناس قالوا بلي كذبوا واش قلت انايا بلي راه يديروا استخراج الغاز الصخري في بريان في غردايا وفي تيميبون يا جماعه الخير هذه مكتوبه في العالم كومبلي شوفوا بعينيكم سوناتراك لا كومباني ناسيونال الجزائريه vient de signer avec Total un accord qui ouvre la voie à l'exploitation du gaz du champ de gaz non conventionnel معناتها بشيل غاز طبيعي de تيميبون un contrat qui signe la réconciliation de Total et de l'Algérie. يعني Total qui زرت على الجزائر مع المحكمة الدولية. يعني الجزائر تكلمات au moment où cette dernière annonce la relance du gaz de schiste. يعني من 2017, 15 décembre 2017, عاودوا الغاز الصخري يسموه بالانجليزية tight gas. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble avec Total. Notamment dans le gaz de schiste, le solaire et l'offshore, a promis le PDG de Sonatrach, qui est 2017 Chkoun, Abdelmoumen Outkaddour. Yani, le chine Kez Rachid Rahi Koul, Bli, Sonatrach, à Total, Rabi Dirou, Istikhrej, le gaz, Sakhri, Fiti Bémoun. Hadi Sonatrach et Goulha, à Total. Comme tu vois, l'Algérie relance le gaz de schiste avec Total. Zidelkoum, Bismillah. الجزائريون هادو جزائريين ما تقولوش بلي اسرائيل ولا امريكان ولا الصين توتال افيرم avoir produit du gaz non conventionnel dans le sud algérien non conventionnel يعني ماشي الغاز الطبيعي الغاز الصخري واش يكتبوا هنايا يكتبوا تيميبون واهلت حد عين صالح شوفوا اش قالوا grave révélation يعني كارثه que vient de faire la firme française, yani Sherika Ferencia, spécialisée dans les hydrocarbures, yani al-mahloukat, au sujet de l'exploitation du gaz non conventionnel dans le sud algérien, yani binizbal ghaz sakhri fil janoub jazairi. En effet, Total a indiqué sur son site web, yani Total, ketbet, fi safhat rasmiya taha, belli elle a déjà produit ce gaz non conventionnel, le tight gaz, belli déjà dert istikhraj el ghaz sakhri au niveau de deux sites à savoir تيميبون وعين صالح ماشي انا راني نحكيها الشركه الفرنسيه توتال
يعني هذه هي القضيه تاع الصح، باللي شركه فرنسيه توتال راح يدير استخراج الغاز الصخري. والبارح وسرى اقراو مليح رويتر هي كيما لا بي اس تاع البلاد، كيما لا اف بي في فرنسا، يعني هي اللي تعطي المعلومات في العالم كامل. واش قالت؟ اوكسيدنتال شركه امريكيه فيناليز لاكيزاسيون دانا داركو بور 38 مليار دو دولار. يعني شركه امريكيه اوكسيدنتال شرات شركه امريكيه انا داركو اللي راهي تكسب 24.5% من البترول حد حسي في المغرب. بصح قبلها لو 5 مي 2019 هذه اوكسيدنتال واش دارت؟ سنيات كونترا مع توتال باه تبيع لها هذوك 24.5% تاع انا داركو. واليوم اوفيسيال باللي توتال راح تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. شوفوا بليها la finalisation de cette acquisition était une condition au rachat par Total des actifs pétroliers et gaziers africains d'Anadarko pour 8,8 milliards de dollars. يعني le 5 mai Total شرات بالهدي اوكسيدنتال 8,8 milliards de dollars واش كان عندها Anadarko في افريقيا. يعني جماعه الخير المشكل وراء مشكل ماشي توتال برا، مشكل الحكومة الجزائرية اللي راهي تحكم في بلادنا بالطريقة غير الشرعية. على بالكم باللي أنا الأول في الجزائر اللي شكرت سي قايد صالح لو 2 أفريل كي خرج عبد العزيز بوتفليقة اللي على بالكم باللي مات بارح، والحمد لله الحراك هو دار ضغوطات يعني باه يخرجوا هذا الرئيس اللي ميت. ولو 9 افريل واش قلت؟ كيما بن صالح اللي داروه الرئيس بالتركه غير شرعيه واش قلت؟ قلت لهم باللي لازم ما يخلوش بن صالح يحكم في البلاد. انا الاول اللي قلت قدام الشعب الجزائري كامل، والشعب الجزائري ما كانش فرحان بالنسبه للتصريح تاعي. واش قلت؟ قلت باللي انا ما يهمنيش باللي قايد صالح يحكم البلاد 6 شهور في بلاصه بن صالح، ينظم انتخابات على الجيش الجزائري في 6 شهور باه يكونوا انتخابات، والجدود الجزائريين مع الشعب الجزائري هو يضمن هذو الانتخابات باه ما يكونوش فيهم التزوير، لانه ما نقدروش نديروا الثقه واحد الانسان اللي سموه بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات على انسان ليبي عبد العزيز بوتفليقه. المشكل وراه على بالكم باللي لو كان قايد صالح حكم البلاد في هذاك الوقت اللي كان عنده الشعبيه ما شاء الله، على بالكم باللي الجزائر اليوم راهي تنظم انتخابات والعالم كامل يشكر الجزائر، يشكر الشعب الجزائري، يشكر سي قايد صالح، والحمد لله يكون عندنا رئيس كيما تونس راهي تنظم ان شاء الله رئيس جديد وانتخابات جدد نهار 15 سبتمبر. المشكل وراه المشكل قايد صالح ما عرفش كي يستعمل الشعب الجزائري، مشكل سي قايد صالح ما عرفش كي يكسب ثقة تاع الشعب الجزائري. واليوم واش دار؟ اليوم دخل 40 جزائريين على جال الإعلام الأمازيغي، وعلى بالكم بلي الإعلام الأمازيغي داخل في الهوية الجزائرية. لو درابو أمازيغ في بارتي دو ليدونتيتي ناسيونال، عندنا إعلام وطني برك يسموه الإعلام الجزائري، هو خضر أبيض وأحمر. هذا الإعلام الأمازيغي ماشي مشكل كما هنايا في فرنسا لا بروتان، كما في اسبانيا مع لا كاتالون، كما في الماريكان. على بالكم باللي في الماريكان فيها 50 دوله، وكل دوله عندها اعلام تدخل في الهويه تاعهم، بس عندهم الاعلام الوطني برك. يعني في قايد صالح واش دار؟ قلت غلطه كبيره وعلى بالك بها، وعلى بالك انا ما عندي حتى مشكل معاك، ما عندي لا مشكل معاك شخصي، لا مشكل شخصي مع سنان، لا مشكل شخصي مع يحيى، لا مشكل شخصي مع توفيق، لا مشكل شخصي مع الوزة حدود، لا مشكل شخصي مع نزار، لا مشكل شخصي مع ربراب، لا مشكل شخصي مع سي بورقع، ما عندي حتى مشكل. واني نهضر لك كيما مواطن جزائري عادي، ما راني لا نترشح الانتخابات، ما راني لا نحوس نشري البلاد، ما راني نحوس نبيع البلاد، ولكن اليوم عندي مشكل
وطني مع الأركان الجزائري اللي خلى هذه الشركة الفرنسية توتال، هذه الشركة الفرنسية توتال تكسب 50% بين البترول تاع الجزائر. وقلت لكم هذو الشهرين اللي فاتوا باللي أنا يا ذكاز رشيد كمواطن جزائري تقدر يعني نعاون الدولة الجزائرية، نقدر نعاون الشعب الجزائري باه الجزائر تكسب وتشري 50% من البترول تاع البلاد. ماشي غالي، 3.5 دولار، ماشي حاجه كبيره. وانتوما قلتوا باللي مازالوا كاينين في الميزانيه الجزائريه 85 مليار دولار، وين تبان؟ وين تبان 3.5 دولار بنسبه 85 مليار دولار يوم كاينين في الميزانيه الجزائريه؟ وعلى بالك يا سي قيصر باللي كتبتك بريه اول جويه قلت لك نتلاقاو ونشوفوا حل سياسي باه السياده الوطنيه باه السياده الاقتصاديه الجزائريه، ما نخلوهاش عند هذه الشركه الفرنسيه توتال. وعلى بالكم باللي فرنسا عدوه، فرنسا هي اللي قتلت 1.5 مليون جزائريين، شهداء جزائريين ماتوا باه الجزائر تكون حره وباه الجزائر تكون ديمقراطيه. واليوم كما قال خونا أنستينا راني زعفان بالطريقه السلميه، راني زعفان بالطريقه قانونيه، راني زعفان بالطريقه ديمقراطيه، وراني زعفان بالطريقه حضاريه. عمري ما قلت وما تمنيت باللي الجيش الجزائري الحكام الجيش الجزائري يخدعوا الشعب الجزائري، يخدعوا شهداء جزائريين، ويخلوا السيادة الاقتصادية والسيادة الوطنية الجزائرية عند اليدين تاع العدو تاع الجزائر، العدو تاع الجزائر الشعب الجزائري. كوبلي على بالو شكون فرنسا، هذه الشركة الفرنسية توتال اللي راح يتخمج في الطبقة الجوفية الجزائرية في تيميمون وفي عين صالح، واليوم اللي راح يستعمر في الجزائر وراح يستعمر في 43 مليون جزائريين بطريقة غير شرعية، وبس وبالاسم الحكومة الجزائرية وبالاسم الجيش الجزائري. ونقولها لكم في عينكم باللي هذا إن شاء الله لو كان ربي سبحانه اليوم الجمعة يبدل الأمور ويخلي الشعب الجزائري يحكم البلاد بالمادة 7 تاع الدستور الجزائري، هذو الاتفاقيات اللي درتهم يا الحكومة الجزائرية يا الأركان الجيش الجزائري، نعاودوا هذو الاتفاقيات اللي راهم يتبهدلوا في الإعلام الجزائري وراهم يتبهدلوا وراهم يطيحوا بالشهداء الجزائريين ربي يرحمهم. بسم الله دوكا نروحوا أمام المقر توتال. نروحوا أمام المقر توتال، يعني لو كان الشعب الجزائري ما يوقفش على البترول تاعو، على الغاز تاعو، على الفلاحة تاعها، على بالكم بلي البلاد راحت. ودوكا نحكي لكم حاجة بالنسبة للتاريخ كي نكون قدام المقار نحكي لكم علاش فرنسا كتلت 1.5 مليون جزائريين وما كتلتش المغاربة وتوانسة كي بدت لهم استقلال. دوكا نحكي لكم علاش كنوا قدام المقر تاع الشركة الفرنسية توتال. اليوم كما قلت لكم قلبي راه مضرور لأنه لو كان الشهداء ربي يرحمهم يوم الجمعة كانوا عايشين، على بالكم لو كان ربي سمعوا بلي أركان الجزائري مد 50% من البترول تاع الجزائر، وهذا الأركان وهذا الجيش الجزائري هو اللي دافع على الوطن، هو اللي لازم يدافع
على السيادة الوطنية الجزائرية. بصح اليوم خرج 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 واش داروا شهادة ربي يرحمهم والمجاهدين نهار أول نوفمبر 1954 كما تفهموا 22 وحلفوا بالله باللي ما يخدعوش الجزائر وما يخدعوش الشعب الجزائري. لماذا؟ لماذا فرنسا كانت 3 مليون ونص جزائريين في الجزائر؟ على جال واش اليوم توتال راهي دير؟ على جال هذيك القطره تاع البترول والقطره تاع الغاز، لانه على بالكم باللي في هذاك الوقت ما كانش البترول والغاز في المغرب وما كانش البترول والغاز في تونس. على هذا الشيء فرنسا بدت استقلال المغرب وتونس، ولكن ما بغاش تبد استقلال الجزائر على جال البترول والغاز، لانه في 56 هذه الشركه توتال كانت عندها كانت تكسب 50% من البترول تاع الجزائر. وكي رئيس الثواري بومدينة ربي يرحمه في 71 نهار 24 فبراير 71 قالهم باللي البترول والغاز تاع الجزائر وتاع الشهداء ودارت أميم المحلوقات هذاك لي زوم كان ديكتاتوري صح، ولكن ما خدعش البلاد، ما خدعش الوطن، ما خدعش الشهداء ربي يرحمهم وما خدعش الشعب الجزائري. توتال اليوم ربحت راهي فرحانة، توتال اليوم رجعت الدرجة اللي كانت فيها في 56 كي كانت تكسب 50% تاع البترول تاع البلاد. واليوم نتمناو باللي الشعب الجزائري يوقف اليوم الجمعة ضد هذه الشركة فرنسية توتال وضد هذا النظام الفاسد اللي خدع البلاد، خدع الشعب الجزائري وخدع الدم الشهداء ربي يرحمهم. السلام عليكم، الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر.